بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها خلود وفيها مساكن طيبة، وفي جنات عدن أي جنة إقامة. جنة عدن قالوا تلك أعلى مراتب الجنان، ولا ينزلها إلا الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء، ومن يكون على قدمهم. ومعنى إقامة أن الإنسان حين يكون بمكان لا ينتقل منه إلا إن زهد ما فيه ويريد أن ينتقل إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر. فمعنى عدن إقامة يعني اللي قاعد فيها ما يحبش إيه؟ لأن مش هيبقى فيها أحسن من إيه؟ أحسن من كده. أدي معنى جنات إيه؟ عدن. التنعم فرع وجود منعم هو الله، ومنعم به وهي الجنات اللي فيها المواصفات اللي ومنعم عليه وهو المؤمن والمؤمنات. قد يأخذ الإنسان كل هذا، جنات تجري من تحتها الأنهار وبعدين خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، يبقى أخذ نعمة المنعم. وقد يتمتع الإنسان بنعمة إنسان إنما ما يعني هو ما بيحبوش، يتمتع بمتعته كده وبس. قال لك الله، إذن ده منزلة تانية. قال لك الذي أطاع الله لنعمة الله يأخذ النعمة، والذي أطاع الله لذات الله لأنه يستحق أن يطاع يأخذ ذات الله. فاللي يعمل لحاجة إيه؟ يأخذ. عمل ليقال وقد قيل، إن خلص عملت لتدخل الجنة وتتمخد يقوى الجنة وتمتع به، عملت لأن الله يستحق منك أن تزيد عما فرض عليه، تبقى تأخذ الذات. والذات دي بقى اللي هي التكريم والتعظيم والمحبة واللقاء، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، يتجلى الله على كل أهل الجنة فترات، إنما على أهل محبوبية الذات دائما. لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة يقول أرضيتم وقد أعطيتكم، يقول نعم يا رب وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك، قال أفأعطيكم أفضل؟ قالوا هل هناك أفضل من هذا؟ قال نعم، أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك بعد ما قال لنا المتعة بقى والنعيم وجنته تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال اسمع، فيه شيء أكبر من ذلك وهو رضوان الله. رضوان الله دي من لمين؟ للي كان بيعمل للذات. اللي عمل للجنة ياخدها مش هنقصر، واللي عمل للذات يفضل مع الايه؟ انسي بالذات. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك اللي هو ايه؟ تقدمت اشياء كثيرة، جنات عدن وتجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة وكل الحاجات دي كلها، وبعدين الفوز الرضوان. أكل ذلك هو الفوز العظيم؟ أم قال لك إيه، يصح أن يوجد فوز وهو في النعيم الأولاني، إنما فوز العظيم بقى يبقى إيه؟ الفوز الكبير والعظيم اللي هو إيه؟ اللي هو رضوان مين؟ رضوان الله. القرآن ساعة يعرض منهج الله لا يصب الجزاء في باب فصل في الجزاء وفصل في المنهج، بل يخلط المنهج بالجزاء ويخلط الوعد بالوعيد.
ليه؟ ساعة ما يديني الجنة دي وإشراقتها والأشياء اللي هي فيها يقوم يروح لفتني إلى ما يوصلني إلى الشيء اللي أنا انبسطت منه ده. يوم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد ما يقول لنا يعشقنا أو في الجنة ويقعد يحليها لنا ويخليها جميلة ويخلي النفس مستشرفة إلى إيه؟ زي ما انت تقول له يا سلام لما تطلع مهندس كده ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا، وبعدين بقى تقول له يلا هات امسك الكتب بقى وشوف شغلك وذاكر، بعد ما عملت في ايه شحنته بحب الغايه، لما شحنته بحب الغايه انتقلت من شحنته لحب الغايه الى ايه، الى الوسيله الى الغايه. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. احنا قلنا في خطابه صلى الله عليه وسلم نجد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم ينادى باسمه، وكل الرسل نودوا بايه؟ باسمه. قلنا يا ادم اهبط عنه، يا موسى انني انا الله، يا عيسى ابن مريم انت قلت، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. كل واحد من الرسل ينادى بمين؟ باسمه. لكن رسول الله حين يناديه الله يقول يا ايها النبي، يا ايها، يجعل المقدمه التكريميه بتاعته يا ايها النبي. فيا ايها النبي جاهد الكفار. احنا قلنا السماء لا تتدخل بارسال رسول إلا إذا فسد المجتمع فسادا عاما. يعني إيه فساد عام؟ قال لك النفس الإنسانية في تكوينها فطرة، هذه الفطرة إن لم يتحرك هواها تحب الخير، فإن تحرك هواها ستر عنها الخير وفتح لها باب مين؟ باب الشر. فقد يفعل الإنسان شيئا هواه دعاه إليه، ولكن فطرة الخير فيه تجعله يلوم نفسه، يقول لماذا صنعت هذا؟ أما كان الأليق والأحسن ألا أفعل هذا؟ النفس اللي إيه؟ اللوامة. وفي واحد نفسه ملكاته الخيرية تصدي، فتطلع بقى مش آمرة بالسوء، أمارة، يعني بقت شغلة بقى، أمارة بالسوء. وفي واحد يطمئن لمنهج الله، نفس إيه؟ مطمئنة إلى منهج الله، اللي يقولوا عليه إيه؟ ينفذه. فإذا وجدت النفس اللوامة في النفس البشرية تكون مناعة الإنسان في ذاته، يتحرك لهوى الشر مرة وبعدين تيجي طبيعة الخير تعمل إيه؟ تقول له ترجع. طب افرض إنها صدت وياه انتهت، يقول لك إن حرمها في نفسه فلن يحرمها في مجتمعه. يجد واحد تاني برضه يقول له لا يا شيخ بلاش دي، عيب انك تعمل دي. يبقى منعته جاي من مين؟ مش من ذاته بل من المجتمع اللي حواليه. ولذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه، لان كل نفس بشريه قد يكون لها هوى، انما اذا كان لك هوى غيرك اللي يراك ما عندوش هذا الهوى يقوم يبقى يقول لك لا بلاش. فإذا كان الغير الآخر نفسه صدر لازم السماء تتدخل. فلا تتدخل السماء وفي النفوس روادع من ذاتها، ولا تتدخل السماء وفي المجموعة الإنسانية روادع من غير المنحرف إلى المين؟ للمنحرف. لكن إذا طم الفساد لازم تتدخل السماء وتجيب رسول ومعجزة وعملية إيه؟ وعملية جديدة. لو أن الرسل ساعة ما جم آمن بهم الناس جميعا يبقى ما كانش يكون في داء في المجتمع. طب ويبقى لزوم الرسول إيه؟ ده لازم الرسول ما يجيش إلا إذا طم الفساد، وطم الفساد يعني المجتمع بقى كله، وأهل الخير يقعدوا بس يشبوا نفس الخير لما مش غادر يواجه بحاجة، لا يقدر يغير ولا يقدر يعمل أي حاجة. يوم لما يجي الرسول يقول له وطئ، الله يقول له وطن نفسك على أنك ما أرسلت إلا وقد طم الشر في الكون، وأهل الفساد المنتفعين بالفساد ومن الحراف سيقفون لك،
ومعنى سيقفون لك يبقى لازم تصمد أمامهم. تصمد أمامهم بإيه؟ بالمفاعلة. ما قالش يجهد نفسك معهم، جاهد وجاهد فاعلة. زي شارك، أنت تشارك فلان وفلان إيه؟ قاتل. أنت بتقاتل فلان مش قتل، قاتل. هو يقاتل وأنت إيه؟ يبقى فيه اسمها إيه؟ مفاعلة. أوامر الله أولا للمؤمنين بمنهجه إنهم يوطنوا نفسهم على الإيذاء ممن لا يؤمنون بالمنهج، لأنهم هم المنتفعون بالشر. وما دام المنتفعين بالشر يبقوا يقفوا أمام إيه؟ أمام موجة الخير. وما دام وقفوا أمام موجة الخير عشان يضمنوا لنفسهم المتعة اللي كانت جايه بالانحراف يحاربوك. فما قالكش يعني اجتهد معهم، لا جاهدهم. يعني إن صمدوا معك اصمد، زي ما قال اصبروا. طيب وقال طب افرض ان عدوه هيصبر، راح انا هصبر وعدوي يصبر، تقوم تعمل ايه بقى؟ صابر. صابر يعني ايه؟ ان اداك شويه جرعه صبر اديله ايه؟ صبر ايه؟ اقوى منه. فجاهد الكفار والمنافقين. احنا قلنا ان الكافر هو منطقي مع نفسه، لأنه كفر وجحد بقلبه وأعلن الجحود بلسانه. ده يريحنا ولا ما يريحناش؟ يبقى عدو إيه؟ مجاهر. لكن المنافق متضارب مع نفسه، متضارب مع ذاته، فيه باطن كافر وظاهر إيه؟ وظاهر مؤمن. هو ده اللي إيه؟ فالحق سبحانه وتعالى يقول للنبي أن عداوة المنهج تعتجي من اثنين، من كافر ومن منافق. النفاق صحيح عدو صعب شوية لأنه متداخل وحيغشني ودكه واضح، لكن النفاق في ذاته ظاهرة صحية للمنافق، هي مرضية في المنافق. إنما اللي بينافق ظاهرة صحية فيه. ليه؟ قال لك لأنه لا ينافق إلا إن كانت له قوة بقى. ولذلك النفاق جه في المدينة ولا في مكة؟ جه في المدينة، ما جاش في مكة، لأن النبي لم يكن هو وأصحابه أهل قوة علشان الناس تنافقهم. إنما اللي ينافق مين؟ اللي بقت له دولة وبقت له قوة علشان ياخد ظاهر التشريعات لصالحه، وهو بطنه إيه؟ بطنه كافر. يبقى إذن النفاق ظاهرة مرضية في المنافق، إنما ظاهرة صحية في مين؟ في المنافق اللي بينافقه. يبقى ده دليل على أنه بقت له قوة لدرجة أن الناس اللي مش مؤمن به يا حليات وقول له انا مؤمن بيك، انا مش عارف ايه. يبقى دي ظاهره ايه؟ ظاهره صحيه. فكأن الله نقل الامر في يا ايها النبي جاهد الكفار وجاهد المين؟ المنافقين. جهاد الكفار له مراحل، ما يجيش كده على طول يحكم السيف. ليه؟ لان اول ما يجي الايمان هيبقى فيه قله، واللي يؤمنوا بيبقوا ضعاف عادة، ما عندهمش قوة يجابه بها الطغيان، لأن صاحب الطغيان له رصيد من قوته يقدر يقف، فيعمل إيه؟ جاهد بالحجة. معنى الحجة هي إقناع العقل، ومعنى إقناع العقل اعرض عليهم قضايا الإيمان عرضا منطقيا وعرضا عقليا. أول عرض لقضايا الإيمان انك انت تسألهم سؤال، هذا السؤال اللي خلق السماء والارض ده مين؟ شوف يقعد يلتفت كده ويلتفت كده ويلتفت كده ما يلاقيش ابدا الا يقول ايه؟ الله. ليه؟ قال لك لان الانسان في مجموعة تكوينه قد يدعي شيئا ليس له، ولكنه لا يدفع شيئا عن نفسه هو له. شيء له ما ينفيش عن نفسه، انما شيء مش له يصح انه ايه؟ انه يدعيه. اي شيء في الكون مهما كان تافعا وننتفع به بنعرف ده منين وجاي منين وتاريخ وجوده امتى. احنا بننتفع بالكهرباء اهو، كلنا اولاد المدارس يعرفوا ايه الكهرباء دي جت سنه كام، ومين اللي اول من بحثها، واللي عمل المصباح الكهربائي مين؟ إديسون.
واللي عامل مش عارف ايه، وبعدين اتعلمنا منه وقامت مصانع وزودت على اللي ايه، وبعد ما كان مثلا مصباح مثلا نمره 5 بقى نمره 10 بقى نمره 50 بقى نمره، وبعد ما كده جبنا نيون وجبنا فلوريست وجبنا مش عارف ايه وبتاع، ارتقينا. ان اذا كل شيء في الوجود اللي صنع الغساله مفهوم مين اللي عملها وبتاريخ ايه وانشئ ذلك، وامر تافه، امر تافه. الطيارات اللي بنركبها دي مين اللي عملها؟ برضو عارفين تاريخها، ومن من اول عباس بن فرناس جرب الطيران في ذاته، وبعدين قوم الجماعه بتوع الله. يبقى كل صنعة بنشوفها عارفين ايه مين اللي عملها. لو واحد بس هاوي بناحيته وقال لا ده انا اللي عملته، يقوموا الناس يقولوا لا انت كذاب، ده فلان اللي عملها. طيب اذا كان ده في الصنعات التافهه، فما بالك بالصنعات العاليه اللي في المستوى طب مين اللي عمل بقى الشمس؟ اللي عمل الكهرباء اللي من اللمضه ما بتقعدش ساعه والطق، ونعمل لها ألف بديل ونعمل عارفينه. طب اللي عمل الشمس دي ما يقول لناش على نفسه مين اللي عملها بقى؟ لو كان حد عملها ما كانش يقول ده، بيقولوا فلان اللي اخترع الميكروفون، فلان اللي اخترع مش عارف التلفزيون، فلان اللي اخترع مش عارف، وجايبين لنا تاريخ وجايبين. طب قول لي بقى مين اللي عمل الشمس؟ طب واللي عمل القوة الكهربية دي اللي بتاع ما تقعدش 5 أيام ولا 10 أيام وبعدين تتجدد، ويعمل حط التقوية ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وناس مهندسين تسهر وناس مهندسين تعمل الله. طب الشمس اللي لا لها قطع غيار ولا انطفت مرة ولا عملت ايه، مش يبقى لها صانع يناسبها؟ لازم يبقى لها صانع يناسبها. لم يدعها احد، فجاء رسول فادعى ان الذي خلقها هو الله، اما ان يكون صادق او لا. فان كان صادقا المساله سلمت، وان لم يكن صادقا يبقى اللي خلقها ساكت ليه؟ نايم على ودنه مدريش ان واحد خدها منه وقال ده اللي عامله. كذلك كل الكون، جه رسول الله الذي خلق السماء والارض والشمس والقمر والنجوم، وبعدين ما حدش يتنفس بكلمه وقال لا ده اللي عملته، يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يظهر معارض ولا لا؟ بالمنطق كده أخلقوا من غير شيء؟ يقول لك لا، أم هم الخالقون؟ لا دي ولا دي، يبقى لازم في خالق. يبقى لما نقول ربنا اللي خلق يبقى هو له إلى أن يثبت إيه العزم. إحنا ضربنا مثل قلنا هب أنك جالس في بيتك ومعك أناس أخوان وأصحاب، وبعد ذلك انصرفوا عن البيت فوجد غلامك حافظة نقود في المكان. والله دي بتاع من نسأل اللي كانوا هنا، فسألنا فلان قال لا والله ما يعني لا. وبعدين جي واحد يخبط على الباب والله يعني كنت عندكم هنا ونسيت اللي. ولم يدعها أحد من الموجودين، تبقى بتاعت مين؟ بتاعته اللي ادعاه، مدام ما فيش معارض. كذلك قال الله أنا الذي خلقتك وخلقت كل شيء يخدمك ولم يوجد له معارض، يبقى هو الذي خلق. مسألة من أخسر إيه؟ من أخسر طريق. وبعد ذلك واللي خلق ده له علم واسع، نقول له ده كلام منطقي. شو ادي جهاد الحجه، جهاد ايه الحجه منطق. تقول له يا اخويا مين اللي عمل لك الرحل بتاع الناقه بتاعتك دي بتركب عليه؟ والله صانع الرحال. تعال يا صانع الرحال، ده بتزيق كده لما نركب، يقول لك اصلها ناقصه تخشينه مش عارف ليه، وفكها وروح عامل لك الايه التخشين. ايه الحكايه؟ قال لك الا يعلم من خلق، خلقه هو اللي عارف ايه اللي يفسده وايه اللي يصلحه. بتودي الساعة اللي عامل اللي بتاع الساعة، بتودي التلاجة اللي عامل التلاجة، فيبقى عالم ولا مش عالم؟ ألا يعلم من خلق، يبقى لازم هو يعلم الايه الخالق. تبقى أدي إقناع الايه. فإذا انصرف الناس عن الحجة يبقى اغلص بقى عليهم بإيه؟ بإنك أنت يا من كنت في جانب الإيمان تستهين بما يتمسكون به. هم بيحبوا الدنيا لان دي ما فيش في نظرهم الا الدنيا دي، ما دام ما فيش الا الدنيا دي فتح. لكن المؤمن اللي عارف ان الدنيا وراها ايه، وراها حاجه تانية كده، يلا احجتت في القتال وكده، وبده يستشهد. ادعي لي يا رسول الله استشهد، اليس بيني وبين دخول الجنه الا ان اقاتل دول فيقتلوني؟ يقول له ايوه. يقول طب انا حمدغ البلحه دي ليه؟ ما بلاشها دلوقتي. الله، يبقى ده دليل على ايه؟
اهو ده لون من الجهاد. يقول لك لو لم يكن واثقا تمام الثقه انه بمجرد ان يقتله الكافر يذهب الى نعيم ليس بعده نعيم لما فعل ذلك. يبقى ده لون من الايه؟ يبقى استمساك المؤمن بعقائده وباحكام الله فيها وبتنفيذها ده يعمل ايه في المقابل؟ يعمل ايه؟ يقول لك ده على ثقه اكيد من هذه الايه؟ من هذه العمليه. وبعد ذلك يقول لك اعرض الناس قسمين، قسم يؤخذ بالحجة واللي ما يؤخذ بالحجة تجلب الايه؟ أنات. فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم يغني أغنت عزائمه، وما هو إلا الايه؟ السيف، وما هو إلا الايه؟ الحكم، أو حد مراف يقيم زباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. يبقى قرآن في ايد وقوة سيف، اللي جاي بالمنطق يجي بالمنطق، كل ما يجيش بالمنطق نقول له اسمع دع كلمة الحق تعلن على الناس جميعا، انت حر تؤمن بقى وما تؤمنش، انما دعني اقولها للناس. اللي يؤمن بها على العين والراس، واللي ما يؤمنش هو حر بس يعيش في كنف الأمة المسلمة ذات منهج يحرك حركة الحياة. وبعدين هو يؤمن أو ما يؤمنش ما يهمنيش، الله يريد حركة الكون إيه؟ تنتظم، مش عايز أنت تؤمن أو ما تؤمنش، إنما قوة الإيمان تسيطر على حركة الحياة، وما دام تسيطر على حركة الحياة من شاء فليؤمن ومن شاء فليه؟ ليه؟ لأن الكون ده صنعته، والله يغار على صنعته، فيريد من خلقه في الخلافة في الأرض أنهم يعملوا إيه؟ يعملوا كل إصلاح في الأرض. خليك انت بقى صانع اي صانعة كده، وتشوف واحد جاي هابر فيها بقى ماسك موس وعمال يقطع لك في تعمل فيه ايه؟ انما واحد عمال ينفض فيها كده وعمال يعدل فيها كده تعمل فيه ايه؟ يبقى اللي بيكرم صنعتي اكرمه، واللي بيهين صنعتي اهين. فانت ايها الرسول جئت ووطن نفسك على انك ستواجه كافرين، ولكن ضع الحجة أولا، ضع الإقناع بالبرهان أولا، وبعد ذلك إن لم يأتي بالبرهان يأتي بالسنان. واغلظ عليهم، إياك أن تأخذك بهم رأفة. ليه؟ أم قال لك لأن الرأفة قد تغري بالذنب. لما واحد يعمل حاجة وبعدين يقول لك يا شيخ سيبك منه مش عارف إيه بتاعه حاجات زي دي، ساعة ما يقدر أي واحد يخالف منهج من مناهج الله إن يمكن يفهم، لا خليه يقدر إنه هتنزل بإيه؟ عقوبة. وستصنع العقوبة مرة واحدة في المجتمع. إحنا مش غرضنا نقعد نعاقب، لا، ده تشديد العقوبة وإعلانها طلب منا أن لا توجد أسبابها. ولذلك بيقول لك القتل أنفى للقتل. لما واحد يقتل واحد ونجيبه ونقتله، هل إحنا غرضنا نقتل؟ ولا بدنا نعرفه أنك إن قتلت قتلت. لما تعرف دي تقوم ما تقتلش، لما تقتلش ضمننا حياة مين؟ حياة اتنين. يبقى القتل أنفى للإيه؟ القتل أنفى للقتل. الناس بقى اللي عاملين إنسانيين سطحيين يقول لك يا سلام بقى يسرق وبعدين يقطع إيده، يقول له هو أنا عايز أقطع أيادي؟ ده أنا مش عايز أقطع، ده أنا بقول اللي عايز يسرق يقطع إيده عشان ما حدش يسرق، عشان ما حدش، فإن اجترأ واحد وسرق نقطع ايده، لأننا ما عملناش كده. يقول لك ده كلام ينقال ولا حيقطع ولا حيعمل، يا عم صلى على النبي الله، وتنتهي المسألة. إذن فساعة تأتي بالعقوبة إياك أن تأخذك بها الرحمة. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى يعطينا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مش كده؟ هي قال ايه تاني؟ ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقل تعالى يا اخي انت ليه هتقعد تواجه الدين بانك انت بتعمل عقوبات وبتعمل عقوبات؟ تعالى المجتمعات غير الدينية، مجتمع غير ديني الحادي، الا يوجد في قوانينه عقوبات؟ ألا يوجد في قوانينه تجريمات لأفعال؟ ما هو لازم يبقى فيه جريمة، والجريمة يبقى ينص عليها، وما فيش عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص.
اللي مش مؤمنين بإله ولا بأي حاجة عندهم القوانين دي ولا ما عندهم شيء؟ فإذا كنت أنت يا صاحب الدولة البسيطة في الأرض عامل لك تجريم وعامل لك عقوبات وبعد ذلك لما يجي الدين يقول يا أخي أنت بتحكم فيما لا تملك، إنما الله حكم فيما يملك، حكم في يد هو الذي أعطاها، ربنا اللي أعطى هذه اليد هو اللي بيحكم فيه. ولذلك يجب ألا تطول فترة العقوبة عن فترة الجريمة، ما تطولش. ليه؟ لأن اللي بيتعب الدنيا طول الإجراءات والأخذ والرد والمطمطة والشكال ومرور الفطمشورة ومش شغلانة. فعلى ما تيجي العقوبة لا يوجد أمام المشاهد إلا ألما يلحق بنفس، إنما الأولانية الصورة الأولانية إيه؟ اتباهتت ونسيت. لا خدها في حموتها، خدها والدم بينشر، علشان ساعة ما تيجي ده ما ترحمش، لأنك حتى تشوف إيه؟ هتشوف أثر ما فعل. يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال لك المنافقين كانوا يعملوا الذنب وبعدين يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فينكرون، يوم لما ينكروا النبي ايه يسفح، قال له لا اغلظ عليهم بقى، ما انت ان عملوا حاجة. ولذلك قال يحلفون يحلفون يحلفون. احنا سمينا في سورة التوبة سورة المناهم، يعني ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الايه الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا ايه ولا تفتن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا مناهم دي كلها، وفي اللي يحالف يحلفون ويحلفون ويحلفون. قال لك لا، المسألة لو فضلت بقى كل ما يحلفوا تسكت وتسيبهم، لا اغلظ عليهم. وهل غلظتك عليهم تعافيهم من عقوبة الآخرة؟ لا، غلظتك عليهم لضمان سلامة مستوى الحركة في الحياة، وليعلم كل منافق أنه مفضوح بما يفعل، مفضوح بما ستر، وأن الذي بعثك مش هيخدعك في أن الناس تعمل أشياء من وراك، لازم يقولها. فإذا ما علموا ذلك يبقى ينزجروا ولا ما ينزجروا شيء؟ يبقى ينزجروا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، ده المصير الايه أخير، وبئس المصير. المصير هو المرجع، وكل عقوبة يكون لها مظنة إن المعاقب قد يعفو، إن المدة قد تنتهي. مثلا يقول لك ده حكم عليه بشهر وحكم عليه بشهرين ومش عارف إيه، إنما إذا كان فاهم إنها بقى ما فيش فيها يعني ما فيش فيها خروج بقى ولا أي حاجة، يبقى ده تفضيع للعقوبة ولا لا؟ ومعنى تفضيع للعقوبة مش إغراء بها، لا ده ترهيب منها. يحلفون بالله ما قالوا، هذه واحدة من اليحالف بتاعتهم بقى، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كم واحدة؟ يحلفون بالله ما قالوا، مع أنهم قالوا كلمة الكفر، يبقى حلفان كاذب. وكفروا بعد إسلامهم، وهل هم أسلموا؟ قال لك لا، الإسلام المدعى. طب كم مدام إسلام مدعى يبقى يجب أن لا يجرب عليك ما يناقض هذا الادعاء. لكن انت لما تيجي تقول ان محمد يدعي انه هياخد قصور صنعاء ويروح قصور الروم ومش عارف ايه وبتاع ويتكذبوه فيما جاء به، يبقى اعلنت كفرك ولا ما اعلنتش؟ ما اعلم. لكن هل كان اسلم؟ ده حتى ناقض نفاقه، ناقض ايه؟ ناقض نفاقه. يحلفون بالله ما قالوا، وهذه لها قصة. اما القصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اللي حيلتقي فيها بقى مع الروم، اللقاءات كانت الأولى مع مين؟ مع العرب ومع الجزيرة العربية، أنا ما حيلتقي مع أقوى إيه؟ أقوى دولة بقى، دولة الروم. في موقع تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إليها في فترة الحر، وفترة الحر دي
كان كل واحد قاعد في المدينة. المدينة كانت مشهورة بالأخياف بتاعتها. الأخياف يعني إيه؟ يعني جناين صغيرة. يمكن راح المدينة يشوف فيها إيه؟ النخيل وشوية الشجر والبتاع. يوم لما يجوا إيه في الصيف ده في حمارة القيس يقعدوا تحت الإيه؟ والرطب يجي. يبقى قاعدة بقى إيه؟ تحت الظل إيه؟ وإيه؟ والرطب يجي. الدعوة للحرب جاءت في هذه الأثناء. فذهب رسول الله إلى الغزوة وتخلف قوم. تخلف قوم بعذر وتخلف قوم بغير عذر. فلما ذهبوا إلى هناك ظل القرآن يتلى عليهم شهرين وينزل الله سبحانه وتعالى في المتخلفين كلام. فقال واحد اسمه ابن سويد الجلاس ابن سويد: والله لئن كان ما يقوله محمد عن إخواننا الذين تخلفوا عنا صدق فنحن شر من الحمير. إن كان الكلام ده صح والتوعدات دي هتبقى عليهم يبقى احنا شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصاري: لقد صدق رسول الله، مش وأنتم زي وما قال، وأنت يا فلان شر من الحمار. فطبعا قاموا عليه، ده جلاس بن سويد ده سيد من السادات. ثم ذهب عامر بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فاستدعى ابن سويد. فلما استدعاه حلف بالله أنه ما قال. ما دام حلف إنه ما قال على طريقة النبي خلاص بيسيبه. فرفع عامر بن قيس يده إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فقال الجالسون ومعهم رسول الله: آمين. فما انتهوا من آمين حتى نزل الوحي بقوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بعد الإسلام الظاهر. وهموا قبلهم بقى أيضا، مش بس دي، ده هموا بما لم ينالوا. الله. طب المسألة عامر ابن قيس جي قال على الجلس قال كذا وانا قلت له كذا، دي هذه الحادثة بقى ايه؟ فيبقى الحكم نزل من السماء في الحادثة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ايه؟ كلمة وكفروا بعد إسلامهم. هذه الحالة. ايه حكيت وهمه بما لم يناله؟ الوحي بقى نزله قال له: لا، ما نقول لك بقى على اللي بيعملوه. مش بس اللي قالها لك عامر. ليه؟ قال لك لان لما بس يختصر على ما قاله عامر يقول لك: ما عرف محمد الا ما قاله من سمع. فلما يجيب لهم حاجه ما سمعهاش حد ولا عامر سمعه وبعدين يقول له عليهم، يبقى يعتقدوا ان ربنا ايه؟ من وراء خلقه له اعلام بمحمد. من وراء الخلق ايه؟ يعلم بمحمد. قال لك هم بما لم ينال. قال لك المنافقين اتفقوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تسنم العقبه، العقبه دي هي شويه الصخار اللي تعترض الايه؟ الطريق. فامرار يتغلبوا عليها بانهم يعملوا انفاق تحت، وامرار يعبدوها كده ويطلعوا عليها وينزلوا. فقال لك العقبه دي حته عاليه والرسول حيمشي عليها بالراحلة وخلفها الوادي، صخرة كده والوادي يبقى بعدها سيد. فاحنا نخليه إذا تسنم العقبة جماعة يجوا يزقوه من على الإيه؟ من على الراحلة. لما يزقوهم من على الراحلة يقوم يقع في إيه؟ في الوادي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسنم العقبة كان عمار بن ياسر يقود الراحلة من أمام، وهو القائد يبقى من إيه؟ من قدام. حذيفة بن اليمان يسوق الراحلة من إيه؟ من خلف. فإذا فيه اثنين، واحد في الأمام واحد في الإيه؟ فسمع حذيفة بن اليمان وقع أخفاف الإبل. شوف بقى قوة التسمع عشان محافظة على حياة النبي. طب ده أخفاف الإبل دي
ملهاش صوت لانها ايه؟ دوساده دهن قد كده اهو، وتمشي ما يبقاش لها ايه؟ مش حصان مثلا ال بيضرب بسنابكه في الارض كده ويسمع. الا فسمع حذيفه وقع اخفاف الابل وقعقعه السلاح، انشدت الايه؟ جاب وقع اخفاف الابل الاول، مما يدل على انه مش ماشي على ودنه، مش ماشي ماشي اليه، ده ماشي لمهمه خلف الرسول، لايه؟ لمهمه يعني ايه؟ كله ايه؟ كله حوادث. فلما سمع حذيفه وقع اخفاف الابل وقعقعه السلاح التفت وراءه فوجد جمهره، قال هم 12 او 15، فلما راوه التفت اليهم ايه؟ هربوا. فقال اليكم يا اعداء الله، اليكم يا اعداء الله، فلم يجد ايه؟ فلم يجد اهم بما لم ايه؟ بما لم ينال. وقالوا انهم هموا ايضا بان ياتوا لعامر بن قيس الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاله مين؟ مقاله الجلاس ابن سويد انهم يقتلوه، برضه ما قدروش ايه؟ يقتلوه. وقالوا انهم هموا بما لم ينالوا، كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه اتفقوا على انهم يملكوا ابن ابي، يعملوه ملك وقعدوا يعملوا له التاج وبتاع وحاجات، وبعد ذلك فوجئوا بان مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى الايه؟ المدينه، فشغلوا عن التدويج بمجيء مين؟ بمجيء. قال لك طب احنا بقى نعمل ايه؟ احنا نتوجه وان كره من ايه؟ محمد. فالناس قالوا انتم جنيتم، انتوا عايزين تعملوا بقى، انتوا بتنفقوهم علشان خايفين من قوتهم، عايزين تعملوا عدو، يبقى هموا بما لم ينالوا واخذ الايه؟ الاربعه. أيقتلون رسول الله وهو على إيه؟ على العقبة؟ أيقتلون عامر بن قيس الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيتوجون ابن أبي رغم أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. عايز ربنا يدينا دليل على فساد طباعهم. نقم يعني كره، نقمت على فلان كذا، كرهت أن يفعل وعبته عليه. هناك في سورة المائدة مرت، قل يا أهل الكتاب لا تنقمون منا إلا إيه؟ آمنا بإيه؟ وهل الإيمان بالله يحدث كراهية؟ ده كان يجب أنك تحبون. تيجي تقول لي واحد ايه مثلا، يقول لك فلان ده يا اخي لا عيب فيه، الا ساعة ما تسمع الا دي تقوم تقول ايه؟ هيجي لها عيب. وبعدين تقول لا عيب في فلان الا انه كريم. الله، لا عيب في فلان الا انه كريم. قال لك اه. طب ودي تبقى، قال لك دي اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. طب يشبه الذم جت منين؟ قال لك لأنك قد إيه؟ نفيت العيب ثم استثنيت، فكان مقتضى الاستثناء إن تيجي صفة إيه؟ صفة عيب. لما جيت صفة عيب أكنك دورت ما لقيتش إلا صفة مدح، فيبقى تأكد المدح ولا لا؟ أكدت المدح بما يشبه الإيه؟ الذنب. وليدل على فساد طويتهم. أنتوا عارفين المثل الفلاحين، عشان تعرف ان الناس الاميين لهم امثله تثبت وقائع كونيه في الحياه. يقول لك ما لقوش في الايه؟ في الورد عيب. قالوا ايه؟ لا عيب في الورد الا انه احمر القدين. مش هي كده معناها كده؟ يعني كانك جئت الشيء وجئت بدليله. هو لا عيب فيه الا ان كنت تعتبر ان حمره القدين دي عيب. لا عيب في فلان إلا أنه إيه؟ كريم، إن كنت تعتبر الكرم عيب. لكن اعتبار الكرم عيب محال، يبقى وجود العيب فيه علق على إيه؟ على محال، يبقى لا عيب إيه فيه. أنتوا يا سيد بتكرهوا من محمد إيه؟ بتعيبوا عليه إيه؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. إزاي؟ قال لك ده كان قبل ما يجي النبي. المنافقين دول ما كانوش يركبوا خيل، كانوا فقراء ومش لاقين اي حاجه،
لما بقوا نفقوا وبقوا يدخلوا برضو ياخدوا من الغنائم اغتنوا وبقوا كويسين. ده ابن سويد ده هو نفسه قتل له غلام فبدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 يقر. يبقى اغتنى ولا ما اغتناش؟ بتكرهوا من محمد ايه؟ ان محمد وربه أغنى الله اغناك ورسولكم ورسوله اغناكم، يبقى هذا امر يكره؟ لا ما يكرهش. امال يبقى دليله على فساد الايه؟ على فساد الطبع وعدم الانصاف في الحكم، لان الذي صنعه محمد من انه اغناهم الله ورسوله ما كان يصح ان يعاب عليه محمد، بل كان يصح ان ايه؟ ان يمدح به وان يشكر عليه وان يتفانى في ايه؟ في الايمان به ويتفانى بنصرته. وما نقموا الا ان اغناهم، ما كرهوا وما عابوا الا ان الله وان الله اغناهم ورسوله ايه اغناهم، وهذا امر لا يعاب. يبقى من لما يعتبروا ده عيب يبقى ايه؟ يبقى فساد في مين؟ فساد في طبعهم. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. شوف بقى اساليب القران بقى اللي تقدم اثنين. انت ما نقمت على ما نقمت الا ان فلان وفلان قدم لك جميلا، قدم لك اثنين. الموجود هنا مين؟ الله ورسول. كان قياس كلام البشر يقول ايه؟ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلهما، مش كده؟ لكن قال من ايه؟ فضله. لان اصل ربنا ملوش فضل ورسوله له فضل، ده الحكايه هي واحده الحكايه. ولان الله لا يصنى معه شيء ولو كان محمد بن عبد الله، ولذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب يقول ايه؟ من اطاع الله ورسوله فقد نجا ومن عصاهما فقد هلك. فقال له بئس خطيب القوم انت، عصاهما. يبقى جمع في تثنية من مين ومين؟ قال له فماذا اقول يا رسول الله؟ قال ومن يعص الله ورسوله، ما تجمعش مع الله احد، ما تسنيش مع الله احد. ولذلك تجد القرآن بقى يبقى من فضله. أولا تستفيد منها أنه لا فضلان، بل الفضل واحد، لأن إن كان رسول الله له فضل فهو من فضل مين؟ من فضل الله. وأيضا فأن الله لا يسنى معه أحد، بل لازم ولو كان رسول الله صلى الله عليه. ولذلك فالله ورسوله أحق أن يرضوه ولا يرضوهما؟ فالله ورسوله يحلفون لكم لترضوا عنه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. برضو مفرد، لأن دي مالوش رضا وده مالوش رضا، ده الرضا إيه؟ واحد. ولأن ما فيش حد يجي مع ربنا ونسنيه أبدا، بل نخلي ربنا كده حاله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شوف بقى، شوف رحمة الحق في ساعة عرض الجريمة وفضيحة المجرم لا ييئسه من رحمته. قال برضو فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ليه؟ أم قال لك دي رحمة لحركة الحياة، لأن الله لو أخذ الإنسان بذنبه وتركه كده يستشري المذنب بذنب واحد بذنوب متعددة، لكن حين يعلموا أن الله فتح له باب الرجوع يبقى رحم المجتمع منه ولا ما رحموش؟ يبقى تشريع التوبة رحمة بالمجتمع، حتى إن واحد عمل ذنب ما ييأس يقول لك خلاص، ما هي المسألة اللي بيسموه إيه؟ فائد. يقول لك لا، فإن يتوب. ولذلك حينما نزلت الآية شوف موقف بقى الجاسم بن سويد فضيح، أو يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ذلك، وجاب لهم المسائل اللي مش عارفها عامر بن قيس وهمه بما إيه؟ بما لم ينالوا هو إلى آخره. وبعدين قال فإن يتوبوا يكو إيه؟ فقال ابن سويد يا رسول الله لقد عرض الله علي التوبة ولقد صدق عامر ولقد قلت ما قاله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.